I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. I work hard every day, yeah, yeah, yeah. Yeah. But today is my day, it's my day. And no matter what they say, it's my day. La 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 la, yeah. Roll up to the spot, feeling real good. Think you gon' talk shit, you better not. My homies real hood. They say logic, why you do that? I don't know, I don't know. Yeah, they used to be like, who that? I don't know, I don't know. Now they know my name wherever I go. Used to think that's what I wanted, but now just don't know. No, I can't fuck with that knuck if you bucking back. Yeah, I've been working by. مساء الخير كلكم، معكم ماركو سام في حلقة جديدة من المثل. اليوم يا جماعة الموبايل اللي احنا هنتكلم عنه هو الموتو سي بلس، شركة متولة أول زهاليا هنا في مصر بالسمارت فون تلعب في الموتو زد وموتو زد بلاي. أنا عارف إن كان تقريبا في إصدارات قبليها، بس الموبايل ده هو كان أكتر الموبايلات اللي ظهر انتشارا والإكسسوارز وإلى ما لا ذلك. بعد كده دخل الموتو جي 5 اللي هو كان فيه إمكانيات عالية، ودلوقتي احنا هنتكلم عن الموتو سي بلس. أنا عارف إن الموبايل مش يعني هيبقى حلو في عين الكل، يعني ينفع ناس كتير يقولوا لي يوم ما تختار موبايل من موتورولا تختار ده، ضعيف امكانياته، مش من النوع اللي هو الواو قوي. بس انت لو واحد مش بتاع العاب، انا بحدد على فئه اللي مش العاب، انت واحد مش بتاع العاب خلاص الموبايل هيبقى كويس قوي معاك. انت بالكتير ينفع تحمل عليه يعني لعبه زي ماينكرافت هتبقى كويس جدا، بس انت هتشغل لي حاجه زي نوفا او جانج ستار هتبقى صعب شويه. نخش كده على الشكل بتاع الموبايل. شكل الموبايل شكل حلو مش وحش، واخد لك الشكل اللي عملته موتورولا اللي هو الفلاش والكاميرا جوه عدسه واحده ومن قدام شكل ذهبي خالص، الدنيا كلها ذهبي، ولو اللون الاسود الدنيا كلها تبقى لونها اسود. شكل موتورولا بتبدع بكل صحه في حركه زي دي. بلس ان الموبايل مش جايب بصمه، يعني انت لو عايز موبايل ببصمه يعني ارجح لك الهوت 5، لو مش عايز موبايل ببصمه ده هيبقى كويس. في الديزاين كمان هنلاقي الكاميرا والفلاش وسماعات المكالمات كلهم تحس كده ان هم شويه هلزقوا جنب بعض. لو احنا بصينا تحت هنلاقي اللي هي الباك والهوم والتاسك والحاجات اللي زي دي معكوسة. ايوة معكوسة، ما تستغربش. هتلاقي مثلا لو كان الباك على ناحية اليمين هتلاقي على ناحية الشمال. الموضوع يعني لو انت من بتستعمل موبايل قديم اي موبايل انت عود ان الهوم هيبقى تنود في النص. الفرق ان لو باك على ناحية اليمين هيبقى على ناحية الشمال، ولو التاسك على ناحية الشمال هيبقى على ناحية اليمين. طبعا ده زرار الباور، وكمان الظهر بيتفك. مش كده بس، الظهر مش بيتفك كده من بلاش، الظهر بيتفك وتقدر تشيل البطاريه. بقالنا مده طويله ما شفناش موبايلات انت تقدر تشيل منها البطاريه. صدقني هي حركه حلوه مش وحشه. طبعا بمعنى ان الظهر بيتفك بمعنى ان الموبايل مش ضد الميه. واخر حاجه طبعا عندنا في الديزاين حرف الام اللي هو بيرمز لكلمه موتو. نخش بقى على الحاجات اللي هي بتبقى بارزه في الموبايل، حاجه زي الكاميرا. والكاميرا خلفيه واماميه. الكاميرا الخلفيه 8 ميجا بكسل بفتحه حادثة 2.2 بجوده 720 وبتساوي 30 فريم. بص لو انت اتفرجت على مراجعه الهوت 5 هتحس برضه في نفس الموضوع، بس على الاقل الموضوع ده هنا لو الصوره البطيئه الفيديو اللي تلاقيه بطيء شويه تحس ان هو معالج اكتر. هنا مثلا في اضاءه الاستوديو هتلاقي الصوره مش بطيئه خالص، ولو انت يعني اضاءه شمس او اي حاجه هتلاقي الصوره عاديه. في تصويرك للفيديو نفس الموضوع، بس في اللو لايت او الاضاءه الضعيفه الدنيا بتبوظ. طبعا بيصورلك بدقه 720 30 فريم. ونخش على الكاميرا الاماميه اللي هي 2 ميجا بكسل. ايوه الكاميرا الاماميه ضعيفه، وانا مش هعترض معاك على حاجه زي كده، بس الموبايل ده موبايل تحت الفئه المتوسطه. كفايه ان انت تشكر ربك ان انت لاقي موبايل اصلا تستعمله. الناس اللي هم مش معاهم موبايلات هيفيدك هيفيد قوي. لو انت بتحب تشيل موبايل ثانوي ده هيبقى كويس في ايدك. الكاميرا الاماميه 2 ميجا بكسل بفتحه حاسه لغايه 2.8. طبعا الكاميرا فيها وضعيه ال HDR لالتقاط الصور احسن. طبعا المعالج اللي بيجي معاه هو من شركه ميديا تك اللي هو ال MT6737، يباع الانويه بلس ان هو 1.6 جيجا هيدز بمعماريه كورتكس A53. طبعا احنا جبنا سيت البروسيسور، يبقى بعد كده الاندرويد اللي هو هيبقى اندرويد 7 اندرويد النوجا بلس ان الكارت الاس دي كارت اللي هو هيبقى ميكرو اس دي كارت واصل لغايه 32 جيجا بايت، وطبعا بمساحه تخزينيه جوه الجهاز واصله لغايه 16 وما توصل لغايه 2 جيجا بايت. زي انا سمعت في فتره قليله ان في ناس لقوا موبايلاتهم جيجا واحده. اتاكد كده من على العلبه، من ظاهر العلبه اذا كان مكتوب لك جيجا او 2 جيجا، عشان هو دي الفئه البلس ومفيش فئات ثانيه غيرها. هو موتو سي بلس، مفيش موتو سي برايم او موتو سي اي حاجه، هو بس الموتو سي بلس. فتاكد كده من العلبه اذا كان مكتوب 1 جيجا او 2 جيجا. طبعا بقى لو انت من الناس اللي هي بتحب طبعا استعمال النت
والشغل السريع بتاع الانترنت هو ده بيجي لك ب4G اللي هو بيتسمى احيانا LTE، وزيادة من البطارية 4000 ملي امبير. هتقعد معاك فترة طويلة. انا لما جربت الموبايل قعدت معايا بالظبط يعني قيمة يوم ونص كده، يعني بالاستعمال العادي خالص اللي هو ما فيهوش ضغوطات جامدة على البروسيسور. لما ضغطت جامد على البروسيسور البطارية فضل مني بالظبط في يوم كامل. ندخل بقى على حمالة الشاشة. الشاشات الايام دي في الموبايلات الايام دي في شركات بتحاول توفر لك شوية كده من سعر الموبايل، ان هي تقل من جودة الشاشة، مش من جودة بيكسلات الشاشة، لا من جودة صلابة الشاشة، الشاشة نفسها تستحمل. فهنا الشاشة دي تقفتي عشان يقولوا لك من السعر ده، على حسب كلام بعض المسيبين على الموضوع ده. كمان ان الشاشة 5 بوصة او 5 انش زي ما انت حضرتك تسميها، 1280 × 720 اللي هي الفئة اللي تحت المتوسطة العادي. الموبايل ده بقى يتراوح سعره من كام لكام؟ ده بيتراوح من 1600 لغاية 2000، ده على حسب اللي انا كتبه قدامي، يعني من 1600 لغاية 2000. 2000 هيبقى كتير قوي على جهاز زي ده، فحاول كده ان انت تستنصح وتلاقي السعر المناسب. شكرا ان انتوا تابعتوا الفيديو، واوعوا تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكرايب وكومنت، والسلام. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge, all my friends are dead. Push me to the edge. Phantom, that's alright. Inside all white, like something you ride a sled down. I just